السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة هاي سبورت الكرام. اليوم سوف نشاهد معا مشاهد من أخطاء وغباء اللاعبين في عالم كرة القدم. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ إذن. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. هنا كما تشاهدون إرجاع لحارس المرمى، ولكن حارس المرمى لم يستطع أن يسيطر على الكرة وأخذها هذا اللاعب وأحرزها في الشباك. الكرة طالت من حارس المرمى، ولكن سون لا يضيع أبدا مثل هذه الفرص، وهنا الحارس يندب حظه وسون يحتفل بهذه الطريقة. نشاهد هذا اللاعب يمرر تمريرة خاطئة، ولكن اللاعب الخصم صلحها له في الهدف. هذا هدف بنيران صديقة كما تشاهدون، خطأ فادح، لم يرد أن يدخل الكرة في الشباك، ولكن هذا قدره. ركلة ركنية كما تشاهدون، وضربة بالرأس، وحارس المرمى يصدها، وهذا اللاعب يضيعها بكل سهولة مع أن المرمى كان خاليا. كنت تستطيع بكل سهولة أن تحرزها يا رجل، شاهد انفعال الجماهير عليه. هنا إرجاع لحارس المرمى، أراد المراوغة ولكنه فشل، ولاعب مانشستر سيتي هنا يقطع منه الكرة ويعطيها لدي بروين الذي لم يضيع أبدا الفرصة ووضعها بكل سهولة في الشباك. هنا تمريرة كما ترون وتسديدة رائعة، والحارس هنا يصدها وترجع للمهاجم، كاد أن يسجلها ولكنه لم يتوقع أن ترجع من الحارس، فكانت ردة فعله للأعلى كما تشاهدون. مع أن الكرة سهلة جدا، لكن لو أنت كنت مكان اللاعب لكان الموقف صعبا بالنسبة لك. ركلة ركنية تنفذ كما تشاهدون، والحارس يمسكها بطريقة خاطئة وتفلت منه، وهنا المهاجم يستغل خطأ حارس المرمى ويحرزها في الشباك، ويذهب طبعا للاحتفال مع زملائه لأنه أحرز هدفا من لا شيء. شاهدوا هنا ماغواير يريد المراوغة وهو آخر واحد في الملعب، ثم هذا اللاعب يقطع منه الكرة ويتدخل عليه كما تشاهدون، تدخل قوي جدا يستحق عليه بطاقة حمراء لأن اللاعب كان سينفرد بالمرمى. آه يا ماغواير أنت، لا يأتي من وراك إلا المصائب، مصيبة مانشستر يونايتد هذا. هذه كرة عرضية من الحارس كما ترون، وخطأ من مدافع توتنهام يستغله محمد صلاح ويضع الكرة في الشباك ليحرز هذا الهدف الشهير الأسطوري له في توتنهام. صلاح هذا لا يضيع مثل هذه الفرص، أقدامه تعرف الشباك من أي وضعية كانت. لقد كتب صلاح مع كلوب مسيرة رائعة. هذه الكرة ترجع ويخرج عليها حارس المرمى، يريد أن يراوغ ولكن المهاجم كما ترون قطع منه، ويريد أن يسجل في الشباك بكل سهولة، ولكن حارس المرمى ينقض عليها وينقذ الهدف المحقق كما ترون. هنا حارس المرمى نستطيع أن نقول أنه صحح خطأه. شاهدوا هنا الكرة كانت سهلة جدا أن تدخل في الشباك، ولكن اللاعب لم يرى أن حارس المرمى سوف يصدها. هذا حسن حظ من حارس المرمى وسوء حظ من لاعبي تشيلسي. هنا هجمة من الجناح وعرضية كما تشاهدون، والمدافع بيبي يحرزها بنفسه بهذه الطريقة المضحكة، والعجيب أنه بيبي مدافع مخضرم شهير، كيف تخطئ هذه الأخطاء يا بيبي؟ المشكلة أن الكرة اصطدمت بقدمه الثابتة. هنا الحارس يستلم الكرة ويمررها بطريقة خاطئة ويستغلها المهاجم ويحرزها هدفا، خطأ لا يصدر منك يا ميندي، فأنت من أعتى حراس العالم، لذلك من المهم جدا أن يكون حارس المرمى متمكنا في اللعب بقدميه. هنا بنزيما يستغل الخطأ ويحرز هذا الهدف. هنا أيضا إرجاع بالكرة للحارس، وماني يستغل الخطأ ويقطعها من الحارس كما تشاهدون ويسجلها في الشباك. ماني هنا لا يمزح، افعل كل هذه الحركات أمام أي لاعب إلا ماني. ماني دائما ما يستطيع خداع الحراس والانقضاض عليهم وجعلهم يرتكبون أخطاء كارثية كهذه. وهنا كرة ركنية تلعب كما تشاهدون، وتصل لهذا اللاعب والشباك فارغة، ولكنه لم يستطع تسجيلها. بالمناسبة اللاعب وضعها بطريقة رائعة، ولكن لم يحالفه الحظ. وهنا هجمة كما ترون، والمدافع يرجعها للحارس، والحارس كان متقدما، هذا سوء تفاهم، والكرة دخلت في الشباك بنيران صديقة كما تشاهدون، وضعها أفضل من أفضل مهاجم في الشباك.
عرضية لفريق ليفربول، هنا محمد صلاح يصحح الكرة لنونيز برأسه ونونيز يضيعها بهذه الغرابة. نونيز هذا دائما ما يصيبك بالجنون عندما تشاهده وهو ينفرد بالشباك. شاهدوا، الكرة سهلة جدا لا تحتاج أبدا إلى أي مجهود، ولكنه يجعل كلوب ينفعل عليه كما تشاهدون. هنا هجمة وتسديدة كما تشاهدون، الكرة باتجاه المرمى وإنقاذ رائع من هذا اللاعب. يا إلهي، إنه أنقذها بيده، أخرج الكرة من الشباك بيده ويستحق عليها بطاقة حمراء بكل تأكيد. ضربة الجزاء تنفذ وتحرز هدفا كما تشاهدون. هنا كرة عرضية استلمها هذا المدافع بصدره، ولكنه بدون قصد دخل في الشباك لأن الحارس كان يقف في مكان آخر. هذا أيضا من الممكن أن نسميه سوء تفاهم بين اللاعبين، الحارس والمدافع. شاهدوا، لقطة صعبة هذه على الجماهير وعلى المدرب. ركلة جزاء تنفذ برعونة كما تشاهدون، يتوقعها حارس المرمى قبل أن يرمى في الاتجاه المضاد ويصدها كما تشاهدون. وهذه انفرادة وتسديدة في الجماهير، مع أن الكرة كانت سهلة جدا أن تدخل الشباك. وهذه انفرادة كما تشاهدون، بعد المراوغة روغ الأول والثاني والثالث وسددها وجاءت في العارضة. يا رجل، أنت فعلت المستحيل وروغت كل هؤلاء اللاعبين وفي الأخير لم يحالفك الحظ. هجمة في نفس المباراة لتوتنهام وانفرادة وضاعت بهذه الغرابة مع أن الكرة كانت سهلة. أعتقد أن الكرة جاءت في عكس اتجاه سون لهذا ضاعت، ولو جاءت مرة أخرى لأحرزها سون. هنا إرجاع للمدافع الذي يريد أن يرجع لحارس المرمى، ولكنها تفلت منه وينقض عليها المهاجم ويدخلها في الشباك بقوة كما تشاهدون. ينقض عليها بوم في الشباك. لا يضيع مثل هذه الكرات، هذه هدية من الخصم، سيبكي إذا ضيعها. هنا حارس المرمى يعطي الكرة للمدافع الذي يريد المراوغة، ولكن المهاجم هنا يستغل الفرصة ويمررها للاعب وتدخل هدفا بكل سهولة. هنا الخطأ عندما تكون آخر لاعب في الملعب، لا يسمح لك أبدا أن تراوغ لأن الكرة ستقطع كما تشاهدون، وهذا هو رياكشن المدافع. وهذه أسيست كما تشاهدون، الحارس ينقض عليها ولكن بطريقة خاطئة، يستغلها المهاجم ويقطع الكرة كما تشاهدون ويسجلها في الشباك. هذا قلة خبرة من الحارس، لا نستطيع أن نقول غير هذا. ومدرب ويست هام هنا يندب حظه. هجمة هنا لهذا الفريق والمرمى خال، ولكنه سددها وهو يسقط وجاءت خارج الشباك أعلى العارضة كما تشاهدون، على بعد سنتيمترات فقط من الشباك. هذه تمريرة أيضا وانفرادة وتسديدة والحارس يصدها، الحارس أغلق الزاوية بالتمام والكمال. هناك تمريرة للمدافع كما تشاهدون، والمدافع أخطأ في استلامها واستغلها المهاجمون وأحرزوا هدفا. شاهدوا هذا الاحتفال الغريب. هنا إرجاع الكرة للحارس، والحارس لم يستطع أن يسيطر على الكرة والمهاجم أحرزها بكل سهولة. الحارس كان في البداية خارجا بعيدا عن منطقته، والخطأ حدث بسبب عدم التفاهم. هذا لاعب يوفنتوس ديبالا لا يضيع مثل هذه الكرات. مرة أخرى الحارس يخطئ وديبالا يصوب في المرمى. هذا الحارس ضيع فريقه في هذه المباراة كما ترون، أخطأ في مرتين متتاليتين. هنا ركلة جزاء تنفذ في الجماهير بطريقة غريبة، لم أرى في حياتي من قبل لاعب يسدد ركلة جزاء ووجه قدمه الخارجي لأعلى بهذه الطريقة. يا رجل، أعتقد أنك لم تنفذ ركلة جزاء من قبل. شاهدوا هذه الإعاقة، دينجر بلاي هذا، والحكم هنا يحتسب ركلة جزاء كما تشاهدون. ركلة الجزاء تنفذ بهذه الطريقة الغريبة، وزميله مررها لزميله وزميله لم يسجلها في الشباك، مع أن الشباك كانت فارغة تماما. هذه الهجمة لفريق مانشستر سيتي سددت واصطدمت هكذا، وهالاند سددها واصطدمت ودخلت أيضا. هالاند هذا محظوظ مبروك جدا، أقدامه تعرف الشباك. أعتقد لو أن لاعبا آخر كان سددها واصطدمت ما كانت لتدخل. الكرة عندما اصطدمت برأسي هذا اللاعب أصابته كما تشاهدون، كانت قوية جدا. اللاعب تعرض للإصابة وتسبب في هدف ضد فريقه، يا لحسرته.
هنا كرة وانفراد كما تشاهدون، واللاعب أزاح الكرة من أمام المرمى بيده، يستحق عليها بطاقة حمراء بدون جدال. قرار صائب أيها الحكم، والجميل أن اللاعب يعترف بخطئه. ركلة الجزاء هنا تنفذ والحارس يصدها، يا لسعادة اللاعب الذي طرد وخرج. هنا ركلة جزاء ستنفذ والحارس يصدها من أول مرة، إنقاذ كما يقول الكتاب أيها الحارس. هنا انفراد كما تشاهدون، واللاعب وضعها بطريقة رائعة في الشباك. ركلة جزاء لهاري كين يضيعها بكل غرابة. أنت يا هاري كين مكينة أهداف، كيف تضيع مثل هذه الكرات؟ شاهدوا هنا فرحة مبابي بالتأهل. وهذه ركلة جزاء يضعها زلاتان بطريقته المعتادة، يتقنها جدا بطريقة واثقة زلاتان ويحرزها في كل مرة. وبعد 5 أيام هذا اللاعب أراد التسديد وسددها بهذه الطريقة، يريد تقليد زلاتان ولكنه فاشل في ذلك، وكأن زلاتان يقول له لا تحاول أن تقلدني فأنا نسخة لا تتكرر. شاهدوا هذا اللاعب الذي يرجع ثم ينقض على ركلة الجزاء ويسددها، ولكن الحارس يتصدى لها كما تشاهدون. ثم هذا اللاعب الذي أراد تسديد ركلة الجزاء والحارس يصدها عندما يتألق الحراس. شاهدوا كيف توقعها وصدها بمهارة عالية. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.